صحة علم وحب وحنان للمقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان الولد راح نديرها ضعيف النتائج استكين ولدك يقرا مليح المشكل اللي عنده ما يشوفش غاية ما يشوفش مليح وش يلق له يلق له نواظر هو نواظر روح ذوك نجريسي ولا كيفاه انا ما عنديش انا ما تتقلقش يا عمي نور الدين الحل كاين. بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة عمو يزيد بالتعاون مع أطباء عيون متطوعين يقومون بفحوص طبية مجانية الجمعة 11 مارس ابتداء من 9 صباح برياض الفتح تحت شعار أرى أفضل لأدرس أحسن وهذا للتزويد وتجهيز الأطفال الفقراء والمعوزين بنظارات طبية وفي المساء في نفس اليوم على الزوج تاع العشية حفل كبير مع عمو يزيد على شرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الدعوة عامة والدخول مجاني للأطفال وأوليائهم كونوا في الموعد ودروك يا أستاذ دروك راه غاية دروك راه يقرأ مليح معناها أرى أفضل لأدرس أحسن من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم